اهلين وسهلين. الاخ احد المتابعين الاخ رامي الخوري طلب نحط الايقاع اللي هو الشامي القطقفتي، يبغى يشوف طريقته كيف، طريقة اليماها كيف عملته في الاي 5000. طبعا اخ رامي الايقاع هذا القطقفتي جاي اثنينه، لو تلاحظ شعبي القطقفتي شعبي واحد والقطقت في شعبي اثنين، لكن انا بعد بضيف عليهم شيء اسمه بعد صعيدي شبابي واحد وصعيدي شبابي اثنين. نسمع اول شيء للقطقت في رقم واحد، هذا الانترو رقم ثلاثة. هذا الانترو رقم اثنين، هذا الانترو رقم واحد. فيرشن بي هذه النهاية، هذا الاندنج رقم ثلاثة. زين، ني عند القطقت في رقم شبابي رقم اثنين، نسمعه مع الانترو رقم واحد. حلو، الحين سمعنا الايقاع اللي قد فيه اللي هو رقم واحد اثنين، الحين ما نسمع الصعيدي شبابي رقم واحد في فئة الشامي، نسمعه. نسمع الصعيدي شبابي رقم اثنين في فئة الشامي، هذا رقم اثنين.
هذه اللقاءات اللي طلبها الأخ رامي الخوري، ومع السلامة.